استعداد بشكل عام من جانب المنتخبات العربية؟ احنا كنا زمان نقدر نقول انه مثلا مصر هتقابل الجزائر، ده هيبقى ماتش ضرب نار زي ما بنقول، مصر وتونس ده ماتش قوي جدا وبيبقى ليه حسابات مختلفة، لكن اعتقد من اللي حصل مؤخرا زي ما انت قلت كده في المقام الاول هو استعداد، لانه المفروض ان اي منتخب بيستعد للبطولة وعارف هو هيلعب فين بالظبط، سواء بقى درجة الحرارة رطوبة كل الكلام ده لازم يكون مؤهل ومستعد من هذه الناحية، لكن كان في استعدادات اخرى من جانب الاتحادات بقى، من جانب المدربين بالنسبة، من جانب اللعيبة كمان، واستعدادات نفسية اعتقد كانوا محتاجينها اكتر الفرق العربية. يا أستاذ لي الفرق العربية كلها، يعني احنا لما نيجي ننظر للمنتخبات العربية ايه أكثر إنجاز حققته السنوات الماضية، هتلاقي إن المغرب أكثر إنجاز حققته هو كان كأس العالم بالنسبة لها، تمام، ونظرا للظروف اللي خدمت المغرب هي اللي وصلتها للمرحلة دي. المنتخب المغربي عنده لاعبين، عنده أشرف حكيمي، عنده حكيم زياش، عنده نصيري، عنده لاعبين يقدروا يوظفهم كل مركز. حاليا احنا بنفتقر البديل، يعني لو هتبص في كل التشكيل كل منتخب بتلاقي القوام الاساسي البدل اللي بره مش بنفس الكواليتي اللي موجود في صحيح. القوام الاساسي، فانت عندك مشكله دلوقتي في اللعيب البديل، عندك مشكله دلوقتي في الامكانيات المتواجده عندك في كل منتخب. لو هتبص برضو انت منتخب تونس من بعد الجيل بتاع البطوله الماضيه مفيش لاعب هتقدر تعتمد عليه السنوات القادمه، يعني دلوقتي برضو بتقارن كل منتخب بالنسبه للامكانيات المتوفره ايه؟ انت ما بتفكرش انا عندي اسم الدوله، لا اسم الدوله خلاص اتنسى، يعني انت بتاخد التاريخ مالوش اي قيمه حاليا اكتر من المجهود، اكتر من القتاليه، اكتر من الروح، يعني معظم المنتخبات حاليا بتلعب بروح، بتلعب بقتاليه، ما بتلاقيش الموضوع موضوع الفنيات فقط، لا بالعكس لو في فنيات وقتاليه هتلاقي تراخي. فده كان سبب كبير قوي في تراجع المنتخبات العربية. طيب لو إنه الموضوع مش عندكش بديل فنيات قوي. بس خلينا نتكلم عن يمكن تقييمك لمنتخب مصر، يعني وخروجنا من الدور 16، شايف ده ازاي؟ تقييم منتخب مصر، هو منتخب مصر كان قدامه فرصة كبيرة انه يوصل نهائي. منتخب مصر انت بتلعب منتخب الكونغو، يعني على الورق واحد من اضعف المنتخبات اللي موجودة، لانه ما كسبش ولا مباراة في دور المجموعات زيه زي منتخب مصر، كانت الفرصة متوازنة. انت كمنتخب مصر واحد من المنتخبات المرشحه في كل نسخه من قبل بدايتها انك توصل نهائي او حتى تحصد اللقب، اكثر المنتخبات حصولا على اللقب 7 ألقاب، اكثر المنتخبات سمعه وعدد الانتصارات في القاره، فانت قدامك فرصه كده في كل الاحوال انك توصل نصف نهائي او نهائي. انت كمنتخب مصر دايما بتحط البدايه، ما بتكونش رد الفعل، لا انت بتكون الفعل، انت اللي لازم تهاجم، يعني انا نظرت في الدقيقه 75 انت لازم تضغط، انت بتعمل تغييرات كلها، بتقفل نص الملعب، بتحاول تتراجع عشان توصل اشواط اضافيه، تلعب ضربات جزاء. طيب وفين الفعاليه الهجوميه؟ عندك تغييرات هجوميه تقدر تغير، تقدر تغير في شكل الاداء، تقدر تعمل كرات بينيه، عندك لاعبين بيتوفروا كل الامكانيات. غياب امام عاشور وغياب محمد صلاح كان مؤثر، ولكن انت عندك 27 لعيب هتقدر تستغلهم طول البطوله، تقدر تحط كل لاعب في المقياس اللي تقدر تستفيد بيه. انت ما بتبصش لعدد اللاعبين الموجودين او مين اتاثرت بيه او مين اتصبت بيه، لا بالعكس خالص. منتخب مصر اثر فنيا في البطوله. طيب مين مسؤول؟ يعني نقدر نقول بعض الناس بتلوم فيتوريا، مين مسؤول؟ هو مش فيتوريا بس، يعني القاء اللوم عمره ما بيكون على المدرب بس، التقصير بيكون من المدرب وبيكون من اللاعبين. يعني احنا شفنا امبارح فرانك كيسي مع المنتخب الايفواري قبل الاشواط الاضافيه اجتمع مع لاعبي كوت ديفوار وقعد يتكلم، اللاعبين الكبار نيكولاس بيبي نفس الموضوع، كوامي نفس الموضوع، اللاعيبه اللي كانت بتتكلم، يعني امري سفاي مدرب المنتخب الايفواري المساعد ما كانش بيقدر يتكلم معاهم، هو كانت اللاعيبه الكبار هي اللي بتتكلم. فاحنا ما عندناش اللاعيبه اللي تقدر تتحكم في غرفه الملابس، ما عندناش اللاعيبه اللي تقدر ترجع الروح، ما عندناش روح القائد. كل ده غاب، الاجيال السابقه ما كانش عندنا عدد المحترفين اللي موجود حاليا، ولكن كانت بتقدر بتلاقي روح، بتلاقي قتاليه، بتلاقي غرفه الملابس مقفوله على اللاعبين، بتلاقي اللي يتكلم، بتلاقي اللي يوجه. فالتقصير من اللاعبين والمدرب عمره ما بيكون تقصير المدرب فقط. طب هل هنلحق نغير؟ احنا داخلين على تصفيات كاس عالم دلوقتي، ويعني البعض بيقول ان احنا، بعض المتخصصين يعني في المجال الرياضي والنقاد بيقولوا ان احنا مش هنقدر نغير ولازم نفضل على وضعنا مع فيتوريا ونفس قائمه اللاعبين، او ممكن يكون في بعض الاضافات، هل نلحق نغير؟ انا مع الاستقرار. في بعض الاصوات داخل اتحاد الكوره حاليا مع رحيل فيتوريا وكمان الشرط الجزائي بتاعه بتاع الراتب ممكن يكون عائق في انه يرحل، بس انا مع برضه انه يستمر.
روي فيتوريا كان بادئ بشكل كويس بس البطوله ما خدمتوش. اي مدرب في الدنيا بيجي فتره عنده اللعيبه نفسها مش بتساعده، او هو نفسه ما بيعرفش يدير الخطه او يدير المباراه بالشكل الكامل. احنا لو بنلاحظ اقرب مباراه لينا كانت مباراه امبارح السنغال وكوتيفوار. فاي ماسك قبل المباراه بخمس ايام، قدر يجمع اللاعبين، قدر يحط خطط، قدر يلعب المباراه على جزئيات، قدر انه يجاري المنتخب السنغالي. في الاول تراجع، لعب بعدين على المرتدات، جه في جون، عمل تغييرات هجوميه، هاجم. طيب ياسف، المهم بس نكون اتعلمنا الدرس يا محمود. طبعا احنا بنشكرك جزيل الشكر محمود صبري الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.